يا ترى الكارت ده فيه ايه؟ المقارنة. يعني ايه بقى المقارنة؟ سؤال المقارنة بيقول لك المقارنة بين نجاحك زمان ودلوقتي لصالح زمان. من ناحية ايه؟ يعني انت مش شايف ان انت بتظلم نفسك وموهبتك بالكلام الكتير وعدم التركيز والموسيقى. اخر اغنية عاملها في رمضان ايه؟ ارقصوا له غنوا له طبلوا. دي اغنية جوه مسلسل، جوه مسلسل مش تتر، جوه مسلسل ترند رقم واحد. ده الرد. ارقصوا له نجحت زي يوم ورا يوم مثلا؟ نعم طبعا. ارقصوا له 5 مليون دلوقتي فيو من غير ما تدفع دولار، من غير ما تدفع جنيه، 5 مليون فيو اغنية جوه تتر مسلسل. انت شفت قافن جوه تتر، يعني سوري جوه مسلسل مش تتر، يعني هي جوه مسلسل اغنيه من جوه الاحداث، جوه الاحداث مسلسل مش تتر مسلسل. تخيلي تبقى ترند. استنى ما تعملش كارتك لما اقول. حاضر. ما انت خلاص عملته الحق. قبل ما اقول لك سؤال الحق، انت شايف نفسك دلوقتي بتنجح اكتر من زمان ولا لا؟ انا شايف، اقول لك انا شايف نفسي ايه؟ انا شايف نفسي نفسي اعمل مزيكا للناس بس، من غير ما اتكلم ومن غير ما اعمل حوارات ومن غير ما اجيب سيره حد، نفسي اعمل مزيكا بس. انا شايف نفسي كده والله. سؤال الحق